يا غوطاه ابو عامر منك وفيكي يا الله يا غوطاه هالفصائل اخوتنا يا الله يا غوطاه وعم تحمي اراضيكي يا الله يا غوطاه يا غوطاه تحية رجالة يا غوطاه تحية رجالة والله يلعن خواني احنا اليوم طلعنا نأيد الوفد المشارك ونأيد ابو عمر ونأيد الحل السلمي اللي بيحقن الدماء المسلمين في الغوطة ويحقن دم الشعب السوري اللي كل دول العالم تكالبت عليه وصارت تقتلهم وصارت تدبحهم وحاصرونا وجوعونا. نحن عم نقول للعالم كله نحن ما هدفنا الدم ولا هدفنا القتال ولا هدفنا، نحن طلعنا ندافع عن حالنا. نحن لو اول ما طلعنا من عم ننادي بالحرية، عم ننادي بالديمقراطية، نزل علينا بالطيران، نزل علينا بالصواريخ العنقودي، بالفراغي دمرنا. نحن بنقول لكل العالم نحن ولهلا لحد اليوم نحن شغلتنا السلمية. ونحن اليوم طلعنا من أيد الوفد اللي ذهب إلى ستانة وبنقول له نحن معك قالبا وقالبا. نحن معك يا أبو عمر، شو بتقرر نحن من وراك، شو بتقول نحن معك قولا واحدا. بالروح نبدي وطننا، ويا ربي عجل نصرك ومن بشار تخلص، ولحن صقت هالنظام مخضل الغوطة ورجالها. طالبنا بالحرية والحرية مطلبنا يلي بدنا، وبساطك ما رح تنفع من الغوطة ما رح نطلع.